بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وارض عن سادنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن معلمين ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعده اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء وانقذاء وأمناء وأسراء وأجراء من النار فاجعلنا اللهم ووالدينا ومشايخنا ومعلمين ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحس منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك عنا وعن بابك فلا تطردنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين إلهنا قد تعرض لك في هذه ليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل جودك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات وجوائز ومواهب وعطايا تمن بها على من تشاء فاجعلنا اللهم ممن سبقت له منك العناية وها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين والحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وجبر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين.
آمين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.